استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير الهند بالقاهرة. وأكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات. من جانبه أعرب وزير الدفاع الهندي عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار، مؤكدا اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسي. كما أكد وزير الدفاع الهندي على الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة الإرهاب وتطلع بلاده لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري الأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين. كما شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالتصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات.